الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم منازل السائرين. مرحبا بكم في هذه الأمسية الجميلة المباركة من يوم الجمعة، مرحبا بكم. واسمحوا لي معا أيضا أن أرحب بفضيلة شيخنا الشيخ الداعية عمر العياصرة، مرحبا بك شيخنا في برنامجك منازل السائرين. حياك الله وبياك وبارك الله فيك وأحب المشاهدين، أكرمكم الله. حياكم الله شيخنا. حياكم الله. مشاهدينا الكرام وشيخنا الكريم، ما زلنا نسير معكم في منزلة الإحسان وفي باب عظيم من منازل الإحسان، ألا وهو الإحسان إلى الوالدين. وما زلنا أيضا نقف عند آية الباب وآية المقام كما سماها شيخنا، آية سورة الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم. ونكمل الآية إن شاء الله مع الشيخ. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. لماذا ذيل الآية ولماذا ختم الله عز وجل بعد حديثه عن الإحسان والحث بالإحسان للوالدين والبر، لماذا ختم قوله بربكم أعلم بما في نفوسكم؟ نعم. هل في هذه النفوس شيء يعني أكيد عجيب وغريب؟ سبحان الله. تفضل شيخنا بارك الله فيك. الله أحمد الله على نعمه الكثيرة وآلائه الوفيرة، أحمده حمدا ليس له نهاية وأقر له بالتوحيد، فكم دلت عليه من آية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. جل جلاله. أصلي وأسلم على سيد البارين محمد صلى الله عليه وسلم، ومن سار على نهجه ومشى على طريقه ودربه إلى يوم الدين. تبرأت من حولي وقوتي ولدت بحول الله وقوته، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وسبحان الله، القرآن هو كل مترابط. لماذا ذيل هذه الآية ربكم أعلم بما في نفوسكم؟ قال العلماء ربكم أعلم بما في نفوسكم من اعتقاد البر والرحمة والصدق في بر الوالدين من اعتقاد العقوق والرياء. ويتكلم يقول ربكم أعلم بما في نفوسكم، قد تكون أنت فيما يبدو للناس أنك من البارين، يا سلام، ولكن في الحقيقة أنت من العاقين. فقال ربكم أعلم بما في نفوسكم. إذا تذكر لما تكلمنا عن أنواع البر قلنا هناك بر النفاق، صحيح ذكرناه، وهذا يتزين للناس يخاف على حيثيته الاجتماعية، على ذاته في المجتمع، فيظهر أمام الناس وأنه يتزين بالبر ويحترم أباه أمام الناس، ولكن إذا خلى به سامه سوء العذاب والسباب والعياب والشتائم. فقال ربكم أعلم بما في نفوسكم. هناك بر الرياء، يعني في نفاق بالرياء. نعم. بالبر أكيد، لأن هذا الشيء محبوب عند النفوس ويجعل لك حظوة عند الناس، الناس تحب البار بطبعها، فأنت بعضهم يتزيى ويتزين أمام الناس بالبر حتى يرتفع في أعين الناس، ولكن ارتفاع المصلوب كما تقول الله. الله جميل. فالمصلوب يرتفع ولكنه ارتفاع الفضيحة. أي والله. وهناك بر يسمى بر الطمع، أنه يطمع من أبيه وأمه أن يأخذ شيء من لعاعة الدنيا. دير باله عليهم عشان يطوبون. نعم. بضعة أرض. لذلك يحذر بعض الآباء من الكرم المفاجئ وخاصة من الابن. تقول الحكمة، قال أهل الخبرة لا يقع في فخ الكرم المفاجئ. الله عجيب جميل. وإنما الكرم المفاجئ يسر به الحمقى. يعني الكرم المفاجئ في من وراء شيء. شيء، إن ابن آدم لا يعطيك نعجته إلا ليأخذ منك الفيل والجمل. وكان هذا بر الطمع، فربكم أعلم بما في نفوسكم. وهناك بر الخوف، وأنه يخاف من الناس ويخاف على سمعته. وما أكثر الذين يخافون على سمعتهم، فبعض الناس عبد السمعة، وعبد السمعة يفعل ما يشاء. الله. بل بعضهم يضحي بالمال والعيال من أجل الشهرة ومن أجل السمعة، وكما قال الأوائل ما صدق الله عبد أحب الشهرة. ما صدق الله عبد أحب الشهرة، بالظهور، فهذا حب الظهور هو قاسم الظهور كما يقال. فقال ربكم أعلم بما في نفوسكم. فسرها سعيد بن جبير بتفسير آخر. يقول ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين. قال هي البادرة التي تبدر من الولد تجاه والديه. قال بادرة مثل الفلتة والزلة بطبيعته البشرية. نعم. قال مع أنه أضمر في دخيلة نفسه وفي مطاوي النفس أضمر البر،
وكان صادقا في بره، لكنه بطبيعته البشرية وكلنا بشر تبدر منه بادرة فلتة زلة، فقال هذه يغفرها الله بدليل، قال إن تكونوا صالحين أي صادقين في بركم لآبائكم مع هذه البادرة وهذه الفلتة وهذه الزلة إنه كان للأوابين غفورا، للرجاعين والعيدين، يعني رجعت إلى الله وتبت واستغفرت الله غفور من هذه الفلتة ومن هذه الزلة تجاه والديك، فإن الله عز وجل يغفرها. يعني أن تكون بالمجمل صالح أهم شيء، أن تكونوا صالحين، قالوا صادقين هنا، صادقين في بركم لآبائكم مع وجود الفلتة البادرة الزلة إلا تحدث يعني. فإن الله عز وجل يغفرها، فإنه كان للأوابين غفورا. فهذا هو السر، قال هذا هنا الترابط بين الآية، أن الله عز وجل يعلم ما في ضميرك وما في سرك وما في دخيلتك وداخلك وما في مطاوي النفس وما في تضعيف وأخاديد النفس وتجاويف القلوب وأخاديد النفس، فإن الله عز وجل يعلمها. الناس يرقبون ظاهرك والله يرقب ظاهرك وباطنك، فالله يرقب ظاهرك وباطنك، فقال ربكم أعلم بما في نفوسكم. نعم. طيب شيخنا ممكن تسمح لي بهالسؤال؟ نعم. يعني الآن أنت ذكرت في البداية في أنواع من البر اللي هو مثل بر النفاق أو بر النفاق قلت في أو الرياء. نعم. شيخنا مثلا الآن على الفيسبوك مثلا الناس كلها بتتصور وبأخذ أمه مثلا على الحج بأخذها على العمرة فبصير أصور فيها، أنا ما قد يكون صادقا. أيوه ما بدي أطعن. نعم. فبدي أقول لو كان صادقا هل يخدش هذا شيء فيه؟ يعني هو لا يخدش فيه شيء، لكن الأفضل هذا أن يجعل هذا فيه الإخلاص، والإخلاص به الخلاص، والله عز وجل جعل من شروط قبول الأعمال ما هو؟ الإخلاص. الإخلاص جعل من شروط قبول الأعمال الإخلاص، فهذا ربما يخدش في الإخلاص. وأقول دائما أبوك وأمك يحتاجانك في الواقع لا في المواقع. جميل، وهذا معنى مهم يغفل عنه كثير من الناس. بارك الله فيك شيخنا. نعم. طيب شيخنا تسمح لي بالسؤال الثاني، احنا لما مشينا مع بعض بالمنازل السائرين جينا على منزلة اليقين، جينا على منزلة التوكل، فلما تكلمنا عن منزلة اليقين انت تكلمت عن يقين الأنبياء. نعم احسنت. واعتقد كمان في منزلة التوكل تكلمت. نعم. عن توكل الأنبياء. نعم. عليهم صلوات الله وسلامه. نعم. والآن لما نيجي للإحسان، ولما نيجي للإحسان للوالدين، يعني من أعظم برا بوالديه من الأنبياء؟ يعني بدنا تحدثنا شيء من بر الأنبياء وكيف كانوا يتعاملوا مع أبائهم وأمهاتهم. نعم. بارك الله فيك. نعم. أولا مسألة بر الوالدين هي مسألة قديمة لا تنسخ، يعني مسألة التوحيد ومسألة بر الوالدين من الأشياء القديمة التي لا تنسخ. شو يعني؟ معنى لا تنسخ، مثلا ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا وتعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا والوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش منها ما ظهر منها وما بطن. الآيات الثلاث هذه تسمى الوصايا العشرة. الوصايا العشرة. يقول قال ابن عباس هذه الآيات المحكمات التي أجمعت واجتمعت عليها شرائع الخلق. يا سلام. قال ولم تنسخ، ولم تنسخ قط في ملة. إيش يقصد؟ يعني بقيت شريعة مثل من التوحيد من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. يا سلام. يعني هذه الشرائع التي لا تنسخ أجمعت واجتمعت عليها الخلائق. طيب شيخنا ممكن نقرأهن؟ نعم. الناس. نعم. الله عز وجل يقول هي بالآيات 150 قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. نعم. وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. نعم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. نعم. وإذا قلتم فعدلوا. هذه الوصايا العشر. هذه وصايا عشر لكل الأنبياء، لكل شرع الأنبياء. يا سلام. من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس هذه الآيات المحكمات اجتمعت عليها شرائع الخلق ولم تنسخ قط في ملة. يا سلام. حتى يعني قال بعضهم يقول وهي العشر كلمات المنزل على موسى. الله. وقال كعب الأحبار رحمه الله قال هذه الآية هي مفتتح التوراة. سبحان يعني الله. في التوراة التي لم تحرف. نعم. كان يقول كعب الأحبار ابتدأت التوراة بهذه الآية، فهي شرائع مجتمعة عليها شرائع الخلق. إيش أنا أقصد من هذا الكلام؟ إن الوصية بالوالدين، الوالدين إحسانا من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ما بعث الله نبيا إلا أوصى بالوالدين. الله أكبر. ولاحظ الترجمة العملية للأنبياء، يعني مصدوقية. جميل. ذلك
مصدوقية ذلك؟ الترجمة العملية. الترجمة العملية الأنبياء. لاحظ شيخ الأنبياء، شيخ الأنبياء إبراهيم، شيخ الأنبياء وهو في الرتبة الزمنية نوح عليه السلام. نوح، نوح نعم الزمن، نعم في الزمن، يعني فهو أول رسول. فشيخ الأنبياء ماذا قال؟ قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات. أيوة. فلاحظ قال ابتدأ بنفسه، فالإنسان يسعى لخلاص نفسه، نعم. ثم ثنى بوالدي، قال رب اغفر لي ولوالدي. استدل العلماء من هذه الآية أن والده أن والديه يعني نوح عليه السلام من المؤمنين. الله. استدل هنا من طرف خفي، قال لأنه إذا لم يكونا مؤمنين لم يقل ربي اغفر لي ولوالدي على هذا المعنى. إذا لاحظ دعا لنفسه ولوالديه ثم لوالديه ثم عمم، فخصص ثم عمم، وهذا فيه أدب للدعاء. قالوا الدعاء إذا عم ارتفع وإذا خص اتضع. يا سلام. لكن الأفضل عندما تدعو ابدأ بنفسك ثم لخاصتك ثم عمم. آه جميل. لأن بعض الناس يخص نفسه بالدعاء، الأفضل فقط وحده. لاحظ كيف تدرج، قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن وللمؤمنين ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فقالوا إن الدعاء إذا عم ارتفع، ارتفع وإذا خص اتضع على هذا المعنى. جميل. لاحظ شيخ الأنبياء، شيخ الأنبياء وشيخ الملة الحنيفية السمحاء إبراهيم. نعم إبراهيم التوحيد. ولاحظ عندما تقرأ على لذيذ الخطاب وروعة ورقة العتاب في سورة مريم. نعم. ولاحظ أبوه من؟ آزر الذي كان ينحت الأصنام بيده. الله. شيخنا هو أبوه أبوه. على خلاف، بعضهم قال عمه. آه جميل. لكن الصحيح من ظاهر القرآن أنه أبوه. قال لأبيه آزر. آزر. لأبيه آزر. فالظاهر باللفظ أنه يحمل على الحقيقة ابتداء. آه. ولا يعدل عنها إلا لدليل. إلا بدليل. قيل أنه عمه، لكن الصحيح أنه أبوه. أبوه صليبة. نعم. يعني ما معنى الأب الصلبي؟ الذي جاء من صلبي، هذا يسمى الأب الصلبي. الصلبي نعم. فقال لأبيه آزر، أبوه ينحت الأصنام، تخيل. وإبراهيم التوحيد ماذا يقول؟ يا أبتي لما تعبد الشيطان. لاحظوا، أقول للأحبة اقرأوا في سورة مريم. عجيب. تخيل أبوه ينحت الأصنام وهو يقول يا أبتي لما تعبد الشيطان، يا أبتي يا أبتي. تجد يترقق الله، يترقق ويتلطف ويتعطف معه وهو من كبار المشركين. لا صحيح. حتى أنه لما تبين له ماذا قال؟ ولما جاهر وقال لئن لم تنتهي لأرجمنك. قال أبوه بده يرجمه. لأرجمنك وهجرني مليا. فرجع لا أريد أن أرى وجهك. ماذا قال؟ قال سلام عليك. سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. طبعا بعضهم يقول عجيب. طيب لماذا يستغفر له إبراهيم؟ الله عز وجل فك هذا الإشكال في القرآن. قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، هذا الوعد الذي وعده، لأنه قال سلام عليك سأستغفر لك ربي حتى يصدق بوعده، حتى يصدق بوعده. قال وما كان وعد إبراهيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا عن موعدة وعدها، فلما تبين، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. تبرأ طبعا من طريقته. آه طبعا أكيد. ومن مذهبه، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفة. حتى سبحان الله وقال لآخر الآيات قال واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. أنا أقول الشيخ محمد سر نجاح الأنبياء في التفوق والتوفيق هو بر الوالدين. يا سلام. كفارا ومؤمنين، هذا سر النجاح. لذلك أنا أقول من أراد التفوق والتوفيق في هذه الحياة فليكن من البارين. والله أن مفتاح التفوق والتوفيق هو بر الوالدين. ولاحظ سبحان الله جزاء وفاقا، الله عوض إبراهيم عليه السلام بابنه إسماعيل فكان قبة في البر. الله. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فماذا قال؟ يا أبت افعل ما تؤمر. الله. يا أبت بادله برا ببر لأنه كان برا بأبيه. جزاء وفاقا. هل جزاء الإحسان؟ إلا الإحسان. إلا الإحسان. وتخيل فلما أسلم وتله للجبين. نعرف القصة، في قصة الفداء الإبراهيمي. لذلك قال ابن الجوزي قال عجبت لإبراهيم أمر بذبح ولده فأسلما وتله للجبين، وأمر بنو إسرائيل بذبح بقرة فذبحوه وما كادوا يفعلون. قال انظر إلى عظمة الأمر. الله الله. إلى عظمة الأمر الإلهي في النفوس. الله. فلاحظ إبراهيم قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. إسماعيل. إسماعيل عليه الصلاة والسلام، هذا الغلام الحليم. الله. ولاحظ سبحان الله، لاحظ يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. الله أكبر. وبرا
الوالدين وسبحان الله. ومن قبلها أيضا زكريا. ولاحظ يوسف عليه الصلاة والسلام، طبعا أنا أتي بشذرات ونتف والكلام طويل، حتى ندرك لاحظ يوسف يعني. عليه الصلاة والسلام كان بارا في كل أطوار حياته، في كل أطوار حياته مقابل الإخوة العققة. لاحظ إخوته كذبوا على أبيهم وقالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. لمن الخطاب؟ لأبيهم، ليعقوب النبي، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. الله. لذلك يستحيل أن يكون هؤلاء أنبياء، وإن كان قال بعض العلماء أن إخوة يوسف هم من الأنبياء، لكن يستحيل. لماذا؟ لأنهم كذبوا وعقوا، ولأنهم هموا بالقتل الله، ولم يتأدبوا مع أبيهم النبي، ابن النبي، ابن النبي، وما كان النبي ومع أخيهم. ولاحظ من الحقد ومن الحسد ومن الهم في القتل ومن العقوق، تالله إنك لفي ضلالك القديم، تالله تفتأ وتذكر يوسف، تفتأ وتذكر، حتى أنهم كذبوا بمحضر أخيهم، قالوا إن يسرق فقد سرق لهم فأسرها يوسف في نفسه مع جرح الخواطر والمشاعر والكذب. لذلك قال بعض العلماء يستحيل أن يكون هؤلاء أنبياء، خلافا لمن قال من بعض العلماء أنهم أنبياء. الشاهد ماذا يوسف سبحان الله وهو الذي يعني فماذا قال؟ قال ورفع أبويه على العرش. الله. لما التقى الحبيب بالحبيب، الله، قال رفع أولا أبويه على العرش وخروا له سجدا. الله. قال لماذا رفع أبويه على العرش؟ رفعهم إلى مقامه وإلى كرسيه وإلى عرشه. يا سلام. رفعة لمقامهم. لذلك هذا تأكيد للحكمة التي تقول أبوك وأمك جعلاك أميرا مدللا في صغرك، حري بك أن تجعلهم ملوكا في كبرك. الله الله. لاحظ نحن نتعامل مع أولادنا كأنه الأمير المدلل. صحيح. فقال جعلاك أميرا مدللا في صغرك، حري بك أن تجعلهم ملوكا في كبرك. وشاهده ورفع أبويه على العرش. الله. ومن عاش خادما تحت أقدام أبيه وأمه، نعم، عاش سيدا فوق قومه. أحسنت. فلذلك لن تبلغ المجد والسؤدد والعلياء، هذا طريق إلى العلياء مختصر. السلام. ورفع أبويه على العرش. شيخنا معقول رفعه بعد ما رفعوا خروا سجدا؟ نعم. قالوا كان هذا لم يكن ما أراد لهم أن يخروا. نعم. معهم يعني. نعم. نعم. قال بعضهم أنه رفع أبويه على العرش قبل ما وخروا له سجدا للإخوة. السلام. على كان ما هو مشروع في شريعتهم. الله. لا أريد أن أدخل في تفاصيل. فلاحظ وصل بالبر وكان من المحسنين. فسورة يوسف هي سورة الإحسان. صحيح. سيطر عليها الإحسان في أولها وفي وسطها وفي آخرها. إنا نراك من المحسنين. أي أيوة والله. وأحسن إلى أبيه وأحسن إلى إخوته وأحسن إلى نفسه لما راودته امرأة العزيز عن نفسه. صحيح. فهي سورة الإحسان في كل أطوارها. ولاحظ المسيح، المسيح الزاهد العابد عيسى ابن مريم. وما أدراك من هو المسيح؟ في طهارته وصفائه ونقائه ومحبته عليه الصلاة والسلام. أي أيوة والله. لاحظ ماذا قال لما جاءت به مريم بعدما وضعته، وجاءت به مريم إلى قومها وقد اتهمت بالفاحشة، وتعرف كيف ترمقها الأبصار وهي تمشي بين قومها وبين يديها ولد. وتخيل هذه الفضيحة، وقد خافت وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تخيل، خافت من الفضيحة. أراد الله أن يبرئها بنطق ولدها. أي والله. أشارت إليه. فكان المسيح بارا بأمه لأنه برأها بنطقه. أي والله. قال إني عبد الله. وتخيل هذه معجزة، عيسى عليه السلام معجزة في بدايته، معجزة في حياته، معجزة في نهايته. صحيح. عندما يعود إلى هذه الأرض هو معجزة في كل أطوار حياته عليه الصلاة والسلام. قال إني، وهو صبي في المهد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبر. ولم يقل صاحب بر، بل جعل ذاته هي البر. اقرأ الآية. وبرا كلي أنا بر كلي. وبرا بوالدتي لأنه من جهة أمه. نعم. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الغريب أن هذا الخبر نطق عيسى في المهد لا يوجد في أناجيل النصارى، مع أنه معجزة عظيمة. الله أكبر. تخيل أنه نطق والمهد لغير موجود، لا يوجد في كل أناجيل النصارى. عجيب. وقال بعض العلماء هذا يتعجب، هذا طي يتعجب منه، هذا دليل على أن هذه الأناجيل مقطوعة الأسانيد
وأنها كتبت بأحوال غير مضبوطة بخلاف القرآن الذي فيه الصدقية التاريخية المطلقة. لاحظ كم انقطاع في الطبقات حتى دون بأيدي بشرية، ولكن القرآن محفوظ بالحرف تحت مراعاة الطرف، الله، بأسانيد الطبقات من جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، ومن جيل إلى جيل بتواتر الطبقات، فهو صدقية تاريخية مطلقة. وتخيل أن جيل النصارى لم تتطرق بذكر نطق المسيح في المهد وذكره القرآن. عجيب والله. الشاهد قال: وبرا بوالدتي. أين البر؟ قال: والبر بها أنه نطق فبرأها. الله، بر فيه براءة. بر فيه براءة. وبرا بوالدتي. شيخنا بس كمان ما ادريش لاحظت ملحظ. نعم. انت ذكرت انه قرن الاحسان بالعباده. نعم. فهو بلش مع انه هذا سنت. ابتدا قال اني عبد الله. سنت. قال وبرا بوالدتي، كانه قرنها ببعضها. هذا دليل القران يتصادق ولا يتكاذب، ويتواكد ولا يتناكد. يا سلام. هذا يصدق بعضه بعضا. لذلك من احسن ما مدح القران لما قيل لبعض: ما سر الاعجاز في القران؟ قال: الصدقيه المطلقه. الصدقيه المطلقه. المطلقة. يا سلام. ولذلك تجد هو كلام الله. أي والله جل جلاله. إذا أردت أن تمدح هذا الكتاب قل: كلام الله. هو كلام الله، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه جل جلاله. الشاهد هنا لذلك ماذا قال بعض العلماء؟ قال: لا تجد العاق إلا جبارا شقيا، لأنه قال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ففهم أن العاق أن كل جبار، عاق والجبار المتكبر غليظ الكبد لا يوجد عنده شعور، لا يوجد عنده شعور بالإحسان، ولا يوجد عنده شعور بهذا الجزيل والجميل، وشقي. وإن ادعى أنه سعيد لكن في الحقيقة هو عاق شقي محروم غير سعيد. سبحان الله. وإن تظاهر أنه سعيد في الحقيقة غير سعيد. لذلك قالوا، أنا أقولها لكل شاب، قال بعض الحكماء قال: لا تصاحب عاقا، قال: فإنه لن يبرك وقد عق من هو أوجب منك حقا. الله أكبر. أقول: إذا كان لك صاحب عاق لا تطمع ببره، فقد بت حبال المودة بينه وبين أقرب الناس إليه. الله. يعني إذا كان لم يعرف حق أبيه وأمه، بده يعرف لك حق، مستحيل. الأم التي سهرت عليك وربتك وحملتك وهنا على وهن وربتك، وكذلك الأب، فقد لم يعرف حق هؤلاء، يعرف حقك. لا والله. قال: لا تصاحب عاقا. لم يعرف الإحسان الأول. لا، لم يعرف الإحسان إلى أبيه وأمه، كيف يعرف الإحسان إلى صديقه وحتى إلى زوجته؟ أنا أقول للزوجة التي تحث على، لا تفرحي بأن زوجك قد عق أبه وأمه، لا تفرحي. فهذا إذا كان قد قلب على أبيه وأمه، إذا كان لم يعرف الحق لأبيه وأمه، أيعرف الحق لزوجته؟ لا والله. لا يعرف الحق لزوجته، فليكن الإنسان من النابهين ومن المنتبهين إلى هذا المعنى، سيكون شقيا في بيته. لذلك قال العلماء إن عيسى عليه السلام أقام الحجة لأمه. نعم. ولم يقم الحجة على أمه. ولذلك هنا فيها فائدة، كما قال يزيد بن حبيب، قال يزيد بن حبيب كلمة جميلة. ماذا قال؟ قال: إقامة الحجة على الوالدين من العقوق. الانتصار على أبيك وأمك والإلحاح والانتصار عليهم بالكلام والعقوق، لا تظن نفسك أنك فهلوي وأنك ذكي وأنك متكلم منطيق. إثبات الحجة على الوالدين حتى لو كانا في خطأ وفي غلط، قال: إثبات الحجة على الوالدين من العقوق. قال: يا حج اسكتي، أنت شو معرفتش، أنت بزمان غير زماننا. صدقت. إحنا بنعرف أنت بتعرفيش حتى يسكتها. نعم. وبعضهم يستخدم بتلاوين الكلام فيقيم الحجة على بيومه، قال: هذا من العقوق. الله أكبر. ولاحظ يقول الحسن البصري أبو سعيد الرجل السعيد تقي الدين الرجل التقي، الحسن البصري رحمه الله أو البصري، قال كلمة جميلة، قال: منتهى القطيعة. إذا إثبات الحجة في البيت على أبيك وأمك من العقوق، يقول الحسن البصري: منتهى القطيعة، منتهى القطيعة أن تجالس، قال: منتهى القطيعة أن يجالس الرجل أباه عند السلطان. إيش يقصد؟ يعني قال عند المحكمة، عند القاضي، عند الحاكم. قال: هذا منتهى القطيعة. كم يوجد الآن من حالات في المحاكم بين الأب والابن وبين الأب والأم؟ قال: منتهى القطيعة، يعني أشد أنواع العقوق الأسود. والقطيعة ماذا؟
أن يكون بينك وبينهم. قال أن يجالس الرجل أباه عند السلطان، يقصد عند القاضي، عند المحاكم الشرعية. قال إذا وصلت إلى المحاكم فعلى الدنيا السلام، وعلى الدنيا العفاء، وكبر على الدنيا أربعا إذا وصلت أن تجالس الأب والأم عند القاضي. الله أكبر. وأن تحاكم الأب والأم إلى القاضي. وهو موجود شيخنا ترى، وهذا موجود، والله موجود. لماذا الحياة لا يوجد بها بركة؟ يا الله، لماذا لا يوجد فيها طمأنينة وسكينة مع كثرة كل شيء؟ لأننا قصرنا وانتشر العقوق وتضيع الحقوق. وحتى سيدنا عيسى شو قال؟ وجعلني مباركا. نعم، أثره من البر، أثره من البر. وسر التوفيق عند الأنبياء هو من البر. نعم، والكلام طويل عن الأنبياء، سبحان الله. نعم. طيب شيخنا، احنا كل حديثنا كان عن الآيات وتوقفنا عند آية المقام وقضى ربك. لو تحدثنا شيء، يعني شيء يسير، أنا عارف الكثير الكلام، لكن في آخر الأول وقت، عن البر الوالدين في السنة، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف حثنا على البر؟ نعم، صلى الله عليه وسلم. أكيد، يعني قلت لك، يعني جاءت الأحاديث النبوية تؤكد على ما جاء في القرآن. طبعا هذا التأكيد على الشيء ماذا يعني؟ وصاتك الكثيرة للشيء، لأن من يأتي من يفرط بهذه الوصية. جميل. لذلك جاءت وصية الأبناء بالآباء، ولم يأتي وصية الآباء بالأبناء لأنه حب طبيعي. صحيح. إلا في آية واحدة، ووصينا الإنسان إلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه فيها حظ دنيا كثير. هاي كانت والمال ميال. ميال، لكن بالأصل الغريزة الطبيعية في النفوس أن الأب أن الأب والأم يحسن إلى أولاده، يحسن إلى أولاده. لكن جاءت الوصاة من الأبناء للآباء، يحصل التفريط. طبعا نتكلم عن الوالدين بشكل عام، طبعا، ثم يأتي الكلام عن الأم وحدها، ثم نتكلم عن العقوق وعن صور من العقوق. طبعا الحديث المشهور في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ أحب الأعمال إلى الله بر الوالدين، بل جعله مقدما على الجهاد في سبيل الله. الله أكبر. أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، يعني على أول وقتها. ولاحظ ينظمها ناظم هذه الثلاثة. الصلاة على وقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. هذه ينظمها ناظم، وهو الصبر والتجلد. أنت عندما تحافظ على الصلاة على أول وقتها يحتاج إلى صبر وتجلد. صبر وتجلد. وبر الوالدين يحتاج إلى صبر وتجلد. تصبر على أبيك الكبير وأمك وطلباتهم. الكبير دائما فيه نفرة، صحيح، وفيه شيء من النزق. وهكذا الإنسان يرجع طفلا، الطفل كثير النزق كثير النفرة، فالإنسان يرجع طفلا في صورة كبير، أنه يشعر بالضعف وأنه صار محتاجا، صار محتاجا، ففيه شيء من النزق، صحيح، وفيه شيء من النفرة. فاصبر تجد. وكذلك الجهاد في سبيل الله. فأنا أقول جمع هنا بين جهاد النفس والجهاد بالنفس. الله. جهاد النفسي بالتصبر والمجالدة بر الوالدين، والجهاد بالنفس أي الجهاد في سبيل الله. وجعله مقدما. لماذا؟ لأن الجهاد في سبيل الله يكون في أوقات ولحظات، ولكن أنت في برك وأمك ماذا؟ في كل وقت، في كل لحظة يحتاج إلى تجلد وتصبر، ولذلك قدمه على الجهاد في سبيل الله. هو اللي ما بده يصبر على أبوه وأمه، بده يصبر بالساحات. أيوة، الذي لا يصبر على أبيه وأمه في البيوت، فكيف يصبر عند المعامع الحمراء؟ لا والله لا يصبر، لا يصبر. وهذا معنى خفي ودقيق. لذلك أنت تحت، لذلك قال ما أجمل، قال بعضهم، قال ما أجمل أن تكون شهيدا في، ما أجمل أن تكون شهيدا في حياتك. سلام. بعضهم قال كان شهيدا في حياته. جميل. فقال فإن هذا الذي مات في سبيل الله مات ميتة واحدة، وهذا الذي صبر على سبيل الله كم يموت وكم يصبر وكم يتجلد. وهذا يدعمه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد. وتخيل الجهاد طبعا بشروطه الشرعية وآدابه المرعية، ذروة سلام الإسلام، يستأذنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي والدك؟ السلام. قال بلى يا رسول الله. نعم. قال ففيهما فجاهد. وكان يقول هذا الجهاد الحقيقي الذي يحتاج إلى أمل طويل، يحتاج إلى مجاهدة وإلى مصابرة، وتصبر على طلباتهم، وتصبر. وهذا يؤكده، لاحظ في أحاديث كثيرة يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى. ما هو المعنى؟ اللي هو معنى أنه يقدم
على الجهاد في سبيل الله طبعا في شروط. طبعا أكيد. طبعا هنا لا أريد أدخل في تفاصيل في مسائل الجهاد في سبيل الله له شروط. قال هنا يقدم لما جاءه رجل قال يا رسول الله أريد أن أبايع على الهجرة والجهاد في سبيل الله أبتغي الأجر من الله ما أحسنها من نية. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك والدان؟ قال نعم يا رسول الله. قال ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. عجيب. طب أحسن. الله مقام عجيب عظيم. ولذلك بعض هؤلاء الذين يتشدقون الجهاد في سبيل الله بغير شروطه. طب أنت مطالب منك أن تجاهد في سبيل الله في برك لأبيك وأمك. هذه ساحات الجهاد. ساحات الجهاد ففيهما فجاهد. الله. لكن بعض الناس للأسف كثير الكلام قليل الفعل. اي والله. والصحابة قليل الكلام كثير الفعل. لاحظ يقول بعض العلماء عن أهل الأعراف، من هم أهل الأعراف؟ الذين يكونون بين المنزلتين، قوم تساوت السيئات مع الحسنات، لا يدخلون جنة ولا يدخلون نار، فهم في منزلة بين منزلتين. نعم. ليس على اعتقاد المعتزلة، لكن مقصود منزلة بين المنزلتين، بين منزلة الجنة والنار. والنار. نعم. وعلى الأعراف رجال. رجال. قال بعض العلماء يقول أهل الأعراف هؤلاء هم الذين خرجوا للجهاد في سبيل الله دون إذن الوالدين. الله أكبر. هذا من التفسير. قال بعضهم، بعض العلماء يقول من أهل الأعراف الذين خرجوا للجهاد في سبيل الله دون إذن الوالدين. الله أكبر. وبعضهم قال بشرط أن يكونا مسلمين. طبعا أكيد. وهناك قول لسفيان الثوري قال حتى ولو كان مشركين. فقال من أهل الأعراف أو بعضهم قال ممن خرج الجهاد في سبيل الله دون إذن الوالدين. وهناك قصة، وهذه قصة والله ترقق القلب. يا الله. وهي تصب في واد واحد وفي هذا المعنى. كلاب ابن أمي الكناني. نعم. كان وحيد أبيه وأمه، كان بارا، وحيد أبيه كان بارا، كان من بره، من أقل بره أنه يأتي إلى الناقة الغزيرة، غزيرة الضرع. أقول للأحبة المشاهدين بالله تنبؤوا إلى هذه القصة، بالله والله أنها ترقق القلوب. وهي قصة صحيحة ذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة، وذكرها الفاكهي في أخبار مكة، وذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب، وذكرها ياقوت الحموي في معجم البلدان، وذكرت في كتب الأدب ككتاب الأغاني وكتاب الوافي بالوفيات للصفدي، وهي مسطورة مشهورة حتى أن الحافظ ابن عبد البر قال الخبر فيها صحيح. قصة كلاب بن أمية الكناني. كان وحيد أبيه وأمه، بارا، بلغ من أقل بره. قال كنت آتي إلى الناقة الغزيرة، غزيرة الضرع، قال فآتي بالماء البارد قبيل الفجر، فقال أغسل الضرع بالماء البارد. لماذا؟ يبرد. الله أكبر. يبرد اللبن. قال وكنت أحلب وآتي بهذه القصعة إلى أبي وأمي، إذا كانا نائمين انتظرتهما حتى يستيقظا. هذا من أقل بره. مرة كان يمشي هذا كلاب فوجد صاحبا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال عند الله، فقال الجهاد في سبيل الله، فوقع في نفسه الخروج، أن يخرج في سبيل الله للجهاد في سبيل الله في عهد عمر بن الخطاب. القصة في عهد عمر بن الخطاب. فذهب إلى عمر بن الخطاب قال لا ذلك حتى تستأذن من والديك. انظر في قصة الصحابة، وعمر هو المحدث الملهم الفقيه النبي. لا. قال فذهب إلى أبيه وأمه وألح عليهما. في البداية رفضا، أمية رفض والعجوز رفضا، ولكن ألح عليهما وأحرجهما فوافقا على مضض. فخرج في فتوح فارس. أبوه اشتد وجده، اشتد حزنه، اشتاق الولد. مرة كان يجلس تحت نخلة فسمع سجعات الحمامة تحن لفراخها فتذكر وبكى وقال أبياتا من الشعر. قال لمن شيخان قد نشدا كلابا، لمن شيخان قد نشدا كلابا، كتاب الله لو عقل الكتابة، وقد سجعت حمامة وادي بطن على بيضاتها
ذكر كلابا إذا سجعت حمامة بطن واد على بيضاتها ذكر كلابا تركت أباك مرعشة يداه وأمك ما تسيغ لها شرابا فإنك والتماس الأجر بعدي كباغ الماء يلتمس السراب. الله. يقال الله. أنه كان يبكي على فراقه حتى بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وأصبح كيعقوب في فقد يوسف. الله عمي أعمى. نعم. يا الله. سمع عمر حتى أنه لشدة وجده أصبح يدعو على الفاروق. الله أكبر. والفاروق لا يدري بالقصة. الفاروق ظن أن ولده قد أخذ إذنه. حتى هناك أبيات مشهورة أنه دعا على الفاروق فقال سأستعدي على الفاروق ربا إذا دفع الحجيج إلى زقاقي. له أبيات. الله أكبر. فسمع عمر بالقصة فانتفض كما ينتفض العصفور بلله القطر. عمر يخاف من الله. عمر مش ناقصه أصلا واحد يخوفه. ويخاف من الله هذا الإمام الجبل الأشم الرقيق رضي الله عنه. هذا عمر له من اسمه نصيب عمر الله قلبه بالتقوى وعمر بلاد الإسلام بالعدل. الله أكبر. له من اسمه نصيب عمر وما أدراك حلف الزمان ليأتين بمثله حنثت يمينك يا زمان فكفري. أيوة الله حنثت يمينك يا زمان. سمع فبعث يسترجع كلابا جاب تجيب لأبوه أرجعه ويأتي ذهب البريد استرجعه وقال له يا كلاب أصبح يعاتبه وماذا فعلت وماذا فعلت قال أخبرني عن برك فحدثه بقصة الناقة الغزيرة حدثني بقصة الناقة الغزيرة فحدثه فقال له افعل ذلك يعني طلب منه أن يحذف الناقة بنفس الطريقة التي كان يفعله فأخذ عمر القصعة وقال اتبعني وقف بالباب أراد أن يفاجئه ثم دخل عليه وقد عمي تقوس ظهره اللي هو أمية الكناني والده والد كلاب تقوس ظهره الله أكبر وسقط حاجباه وأبيضت عيناه من الحزن فقال له يا أمية ما تشتهي من الدنيا قال الموت قال ما هي لذتك من الدنيا فقال يا أمير المؤمنين لذتي أن أنظر إلى كلاب أضمه أشمه أموت على صدره فقال له عمر سيأتيك إن شاء الله خذ اشرب هذه القصعة فلما أخذها أصبح يشم قال والله والله إني أشم رائحة يدي كلاب الله أكبر لا إله إلا الله وكأنه سبحان الله إني لأجد ريح يوسف التواصل التفاعل العاطفي يا الله فقال عمر بن الخطاب يا كلاب ادخل فلما دخل يعني تفاجأ الوالد بولده ضمه وشمه وبكى عمر ثم قال لكلاب يا كلاب الجنة هنا وليست هناك الجنة هنا وليست هناك فلاحظ يعني الصحابة فقهوا مسألة ماذا أن يقدم هذا البر حتى ولو على الجهاد في سبيل الله وأيضا من فضائل أنه سبب لرضا الله مطمع ومطمح السالكين السائرين لرب العالمين ما هو رضا الله فإذا رضيت فكل شيء فليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب مطمع ومطمح السالكين ما هو رضا الله هذا في بر الوالدين قال صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد أنت تريد الرضا في الوالدين وإذا عققت ولم تفعل بالوصية أصابك السخط من الله ولماذا بعض الناس يتسخط ويتذمر لماذا لأنه فرط في حقوق الوالدين وأيضا يعني من فضائل تفريج الكروبات كم من إنسان يقع في كروبات في ورطات يقع في مصائب في متاعب تفريج ذلك ببر الوالدين بر الوالدين ما الدليل الدليل قصة الثلاثة اجتزئ ما يناسب المقام والحديث في الصحيح
قال انطلق ثلاثة رهط في من كان قبلكم. نعم. من أخبار الأمم السابقة. قال وهم يمشون وجاءهم المطر، قال فأووا المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة من الجبل فغطت فم الغار. طبعا القصة المعروفة. القصة المعروفة، لكن أجتزي ما يناسب مقام. وهذا دليل على أن بر الوالدين فيه تفريج الكربات والمصيبات. يتزحزح الصخور. كلام صادق يزحزح الصخور العاتية. فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. الذخيرة والعدة والعهدة والعقدة التي تنجيك صالح الأعمال، هي صالح الأعمال. فقال أحدهم هنا، قال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران. نعم. وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. إيش أغبق؟ يطعم أبوك. يعني لا يشرب قبلهم أهلا ولا مالا، حتى الأولاد والزوجة. الغبوق اللي هو شراب المساء، شراب اللبن في المساء. المساء نعم. وإذا كان في الصباح يسمى الصبوح. نعم. يعني الصبوح شراب اللبن في الصباح، والغبوق شراب اللبن في المساء. في المساء. وبعض الناس يقول الوجه الصبوح، هذا خطأ. الصحيح الوجه الصبيح. الصبيح. يعني فتقول فلان وجه صبيح، يعني جميل. فيه مليح وصبيح إشراق. من الصباح والإشراق. أما هو الصحيح تقول صبيح ولا تقول صبوح. الصبوح هو طعام أو شراب الصباح. نعم. كنت لا أغبق، يعني لا أقدم عليهما أحد. هذا معنى. بقول ومرة نأى بي الطلب، كان راعيا للغنم، نأى بي الطلب أي في طلب المرعى. قال فلم أرح، يعني لم أرجع في الرواح إلا وقد نام، يعني تأخرت على أبي وأمي. بقول فوجدتهما نائمين فحلبت لهما غبوقهما. قال وجئت فوجدتهم نائمين. قال وكرهت أن أقدم عليهما أهلي أولادي. أهل أو مال. قال في رواية الأولاد والصغار يتضاغون. إيش يتضاغون؟ عبدتهم يشربوا. تمشي. قال فوقفت عند رؤوسهم وهما نائما. الله. قال حتى برق الفجر. متخيل الصورة، يعني الأب والأم نائما وهو يأخذ هذه القصعة ينتظر بهما حتى يفيق من النوم، لا يريد أن يقطع لذة النوم على أبيه وأمي. انظر الشعور، تعب من الصبح طالع شغل، يعني زي ما نقول. حتى برق الفجر. قال فاستيقظا وشربا. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، ربكم أعلم بما في نفوسكم. جميل. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا من أمر الصخرة. فتحركت الصخرة ولكن لا يستطيعون الخروج. الشاهد هنا أن كان سبب تفريج الكربات ما هو؟ البر. هو البر. الخروج من الورطة هو البر. لاحظ الكلام الصادق، حرك الصخرة، حرك الصخرة. أيضا من فضائل بر الوالدين، وهذه فضائل كثيرة وعجيبة، أنه سبب لسعة الرزق وطول العمر وحسن الخاتمة. هنا الشاهد، لأن قلت أن أحاديث، كل أحاديث صلة الرحم، كل أحاديث صلة الرحم ماذا يدخل فيها؟ في أعلاها الأب والأم. الأم. نعم. كل حديث وآية في صلة الرحم في أعلى ذلك الأب والأم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من أحب أن يبسط له في رزقه ساعة الرزق وينسى له في أثره، يعني يطول عمره يؤخر، قال فليصل رحمه. قال يدخل في ذلك من؟ الوالدين. في حديث علي هناك زيادة بحث إلى الميت الحسنة. والله لن تجد بارا يموت ميتة سيئة. الله أكبر. ميتته حسنة. فقال في الحديث، قال من أحب أن يوسع له في رزقه وأن يمد له في عمره وأن يدفع عنه ميتة السوء. هنا الشاهد. الله أكبر. قال فليتق الله وليصل رحمه. الله أكبر. أين الشاهد؟ إسناده جيد طبعا. أين الشاهد هنا؟ يصل رحمه. قال يدفع عنه ميتة السوء. ميتة السوء. نعم. قال فليتق الله وليصل رحمه. هذا إيش من فائدة بصرت. ماذا قال؟ إطالة العمر، أن الله عز وجل يمد في سعة الرزق، سعة الرزق وبسطة الرزق والميتة الحسنة. هذا كل ما يسعى له الإنسان. نعم. أيضا من الأسباب أنه سبب لدخول الجنة، وأختم هنا طبعا بقي وقت، يعني ثلاث دقائق. نعم. هو سبب لدخول الجنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور، رغم أنف. قاله ثلاثة. ما معنى رغم أنف؟
الرغام والتراب، رغم أنف إشارة إلى الذل، نحن نستخدمها وقول لك والله وضعت أنفه في التراب أو حط أنفك بالتراب، صحيح، هذا معنى رغم أنف، الرغام التراب يعني ذل. فالعاق هو ذليل، العاق هو شقي، العاق هو غليظ وجعذري ومتكبر، ورغم أنفه، ورغم أنفه لأنه ذليل. قالها ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه مستجاب، رغم أنفه ثم قال رغم أنفه ثم قال رغم أنفه، من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما قال ولم يدخل بهما الجنة. الله أكبر، هذا ذليل غير عزيز. أبو الدرداء، حديث أبو الدرداء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد، يدخل طبعا الوالد والوالدة، قال الوالد أوسط أبواب الجنة، أبواب الجنة ثمانية، الوسط باب مثلا الجهاد، باب الريان، باب الصلاة، الوسط في هذه الأبواب، والوسط هو دائما واسطة القلادة، واسطة العقد، فإن الدرة الثمينة تكون في الوسط. نعم، قال الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. الله أكبر، يعني إن شئت، يعني أنت هذا مفتاح من مفاتيح الجنة. لهذا أختم بكلام لعبد الله بن المبارك، لما ماتت أمه بكى بكاء مرا حتى بل لحيته، فقيل له قال والله أعلم أن الموت حق، وهو رجل عالم وعامل وزاهد، والله كان ببالي الكلام سبحان الله، قال والله أعلم أن الموت حق، ولكن كان لي بابان مفتوحان للجنة فأغلق أحدهما. أنا أقول أن موت الوالدين قاصمة الظهر، يعني من مات أبوه وأمه فقد مفاتيح الجنة، ابحث عن مفاتيح أخرى للجنة، ابحث في الصدقة، في الدعاء، في كفالة الأيتام. قال كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة فأغلق أحدهم، الوالدان لا يقدران بثمن ولن يرجع مع الزمن، وموت الوالدين، موت الوالدين قاصمة الظهر. إي والله قاصمة الظهر. أسأل الله أن يجعلنا من أهل التوفيق والتفوق، ومن البارين ومن العارفين بحقوق الآباء والأمهات. سبحان الله، هي بابان مفتوحان، يعني غيرها يمكن صدقة كمان، مثل ما قلت شيخنا الحج أو شو ما كان، صحيح في باب، لكن هل تعلم أنه مفتوح لك؟ أحسنت، هذا باب مفتوح، يعني هو جاهز، أنت ادخل إلى الجنة. أنا أختم بكلمة عمر، أنا قصة كلاب يعني أثرت في نفسي كثيرا، لما قال هنا الجنة وليست هناك. نعم. ونحن نقول لمشاهدين الكرام وأقول لنفسي والله. نعم. وأسأل الله أن يمد بعمري وعمر والدي كما دعا سيدنا نوح، وعمر المؤمنين والمؤمنات وأبائهم وأمهاتهم. اللهم آمين. ولك بمثل شيخنا نقول، أقول لنفسي ولكم، هنا الجنة وليست هناك، فافتحوا فأدركوا أبواب الجنة قبل أن تغلق. وبارك الله فيكم وبارك فيك شيخنا، وأسأل الله لي ولكم المغفرة. نلقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم. لكم من أنا محمد العودي ومن شيخنا ومن فريق البرنامج أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم.